النهاردة هنستكمل الـ diseases of the thyroid gland. دي الـ intended learning objectives بتاعتنا. أول حاجة هنتكلم عليها هي الـ hyperthyroidism. الـ hyperthyroidism by definition is hyperfunction of thyroid gland that leads to thyrotoxicosis. طب إيه هو الـ thyrotoxicosis؟ الثيروتوكسيكوزس هو مجموعة المانيفستيشنز اللي هتبان على البيشنت لما جسمه يتعرض لإكسس ثيرويد هرمون، سواء مصدر الهرمون اندوجينس أو اكسوجينس. طيب معناته إيه الكلام ده برضو تاني؟ معناته إن البيشنت ممكن يكون عنده مظاهر الثيروتوكسيكوزس من غير ما يكون عنده هايبر ثيروديزم اللي هو أخد الثيرويد هرمون أورالي. Concerning etiology of thyrotoxicosis, it can be due to thyroidal causes such as autoimmune disease, اللي هو Graves' disease. وهنا Graves' disease is most common cause of thyrotoxicosis, زي ما الهاشيموتو is most common cause of hypothyroidism. كمان عندنا الثيروديتس، وفي هذه الحالة بيبقى transient thyrotoxicosis. وعندنا الأدينوماز اللي قد تكون مالتي نودلر أو سينجل أدينوما. كمان عندنا ما يسمى بالماكيون أولبرايت سيندروم اللي هو بيبقى فيه كمان معاه كافي أولي سبوتس في السكين. وعندنا كمان الإكسس أيودين انتيك بعد بيريود أوف أيودين ديفيشنسي، بالذات لو طولت، وده بيبقى اسمه جود باسيدو فينومينون. وكمان عندنا الثيرويد كانسر is the one of the causes of thyrotoxicosis. But we also we have non-thyroidal causes, the ectopic thyroid tissue زي الستروما اوفاريي او التراتوما. كمان عندنا paramalignant hyperthyroidism اللي هو paraneoplastic syndrome اللي هو بيبقى فيه ال TSH secretion جاي من tumor، وأشهرهم هو البرونكوجينيك كارسينوما، معروف إن هو بيطلع تي اس اتش. كمان ممكن يكون فاكتيشس يعني صناعي أو ارتفيشال، يعني اكسوجينس ثيروكسين انتيك. وكمان عندنا الهيومن كوريونيك جونادوتروفين لما بيبقى هاي ممكن يؤدي إلى ثيروتوكسيكوزس، وده بيبقى موجود في الهايدتيفورم مول، والسيدات الحوامل بالذات اللي بيجي لهم هايبر اميسيس جرافيديرم في اول الحمل، يعني بيرجعوا كتير، فبيجي لهم حاجه اسمها ترانزيانت جيستيشنال هايبر ثايروديزم. والسبب ان الهيومن كورونيك جنادوتروفين لها المقدره انها تعمل ستيميليشن للتي اس اتش ريسبتورز. كمان it can be drug induced عن طريق الاميودارون، وده هنشوفه بعد شويه في الثايرودايتس. كمان it can result from secondary hyperthyroidism، يعني المشكلة جاية من البيتيوتري بتطلع TSH كتير، أو tertiary due to increased release of TRH from the hypothalamus. بالنسبة للكلينيكال picture زي ما احنا متوقعين هو بيأثر تقريبا على كل حاجة في الجسم، وطبعا التفسير موجود، احنا قلنا قبل كده في الفيسيولوجي ان هو تقريبا بيأثر على كل حاجة في الجسم. ففي الحاجة الكاركترستيك جدا بالنسبة للثيروتوكسيكوزيس هي ما يسمى بالفرايتند فيسز، اللي هي الاي ساين المهمة جدا في هذا الديزيز. وسببها هنا بيبقى سيمباثيتك اوفر استيميليشن، وكاركترستيك برضو ان هي بتبقى اميليوريتد بالأدرينرجيك أنتاجونيست زي البروبرانولول. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا البيشنت، السيدة اللي موجودة قدام حضراتكم، الصورة اللي على الشمال ده نورمال فيس بالنسبة للآي، وزي ما احنا شايفين الأبر أيليد بتغطي تقريبا 1 to 2 مليمتر اتليست بالنسبة للكورنيا. ولكن الصورة اللي على اليمين لما هذه السيدة جالها hyperthyroidism ابتدى يحصل لها sympathetic overstimulation، فبقى في rim of sclera ما بين الكورنيا والأبر eyelid. الحاجة التانية المهمة بالنسبة
المانيفستيشنز هي الجويتر اللي قد تكون موجودة أو مش موجودة، هتبقى طبعا absent لو هي السورس of the هرمون بره الثيرويد جلاند. بالنسبة للجنرال manifestations عندنا loss of weight طبعا بسبب الزيادة في البزل metabolic rate بالرغم من good appetite. طبعا هنا بدينا نفس المنظر بتاع التايب 1 diabetes، ولو هو تايب 2 diabetes uncontrolled ان هو بيلوز ويت بالرغم of good appetite، على عكس الناس بتوع المالجنسي اللي هم بيبقى عندهم bad appetite. كمان هنا البيشنت بسبب انكريز بيزل ميتابوليك ريت بيبقى عنده intolerance to hot weather وتملي حران حتى في عز الشتاء. كمان بيبقى عنده muscle weakness، بيشتكي ان هو تملي تعبان وهمدان. بالنسبه للسكين due to peripheral vasodilation هنحس ان هو بيبقى warm و velvety بسبب الانكريز sweating، والهير بتاعه هيبقى فاين وثين على عكس الكورس هير اللي كان موجود في البيشنت بتاع الهايبوثايرويديزم. وكمان بالنسبة للجاسترو انتستاينال سيمتومز هيبقى عنده ما يسمى بالبروجماي. بالبروجماي دوت بسبب انكريز موتيلتي اللي بتحصل في الانتستين اللي قد تؤدي الى دايريا، وجبنا سيرتها قبل كده في الفيسيولوجي في المحاضرة اللي فاتت بتاعت الهايبوثايرويديزم. بالنسبة للكارديوفاسكولار سيستم طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الفيسيولوجي تأثيرها على الكارديوفاسكولار سيستم ازاي، قلنا ان بيحصل تاكيكارديا لو زاد الهرمون والبالبيتيشن لان بيزود الريزميستي بتاع الهارت، بيزود السرعة بتاعته، فبيزود كمان السيستوليك بلاد بريشر فيدينا كولابسنج بالس. فهنا البالبيتيشن اللي هتحصل بسبب حاجتين، ممكن بسبب التاكيكارديا نفسها وممكن بسبب الانكريز بالس بريشر. وكمان البيشن ده بيبقى معرض للاريثميا بالذات الاترال الفايبرليشن، وطبعا هو السيستوليك هايبرتنشن هو ده اللي بيدينا البيج فوليوم. كمان البيشن بيبقى عرضه ان يحصل له اسكيميك هارت ديزيز اند هارت فيلير لو هي الاريثميا بقت كانت قويه، فممكن تدخله في state of decompensation. بالنسبة لل CNS بسبب sympathetic overstimulation البيشنت هيعاني من anxiety و irritability، وممكن يكون ابتدى يعمل مشاكل في البيت ومع surrounding بتاعته في الشغل أو مع أصحابه، وبيستغربوا جدا الـ abnormal behavior بتاعته. كمان ممكن يحصل له fine tremors ممكن تبان في الهاند او في التونج، وفي الكلينيكال لو ما بانتش بنحط ورقه على ظهر الايد ونخليه يفرد ايده فيبان لنا التريمر بتاعه الهاند. كمان بيبان في الاكزامينيشن ان بيبقى عنده هايبر ريفلكسيا على عكس الهايبوثايرويديزم اللي بيبقى عندهم هايبر ريفلكسيا والبريفيرال نيورايتس، وبيشتكي انه ما بيعرفش ينام وبيجيله كوابيس كتير. بالنسبه للماسكولوسكليتال سيستم البيشنت بيبقى عنده مايالجيا وايفن مايوسايتس، وبيبقى عنده بالذات بروكسيمال مايوباثي بتبقى كاركترستيك. البروكسيمال مايوباثي دي بقى في الابر ليمب يقول لك مش قادر ارفع ايديا فوق دماغي، مش قادر اسرح شعري، وفي اللور ليمب بتبقى مشكلته ان هو مش قادر يطلع السلم. في الجينيتال سيستم هنا كمان بيحصل منستر ريجولاريتي، وغالبا بيحصل أوليغومينوريا يا إما widely spaced menses، وفي الميلز ممكن يحصل كمان impotence. والصورة دي أظن إن هي تقريبا بتوضح كل حاجة بالنسبة للمانيفستيشن عشان نسهل عليكم حفظ المانيفستيشن of the disease. طب يا ترى كل العيانين اللي عندهم thyrotoxicosis هيبقى عندهم نفس البرزنتيشن؟ لا، في عندنا حاجات unusual presentation. يعني patient لو old age هنبص نلاقي ان المين برانت of the disease هيقع على الهارت، مش هيبقى عنده مشكلة irritability والanxiety والtremors، هيبان من الخارج تقريبا شبه طبيعي، ولكن المشكلة الأساسية بتاعته ان هيبتدي يحصل له arrhythmias
الأزمة دي ممكن تعرضه إن هو يحصل له هارت فيلير، وممكن يقفل عنبر، بالذات لو دكتور صغير بيقعد يعالجه من الهارت فيلير وبيغلب فيه ومفيش نتيجة، والآخر بيتضح إن هو عنده هايبر ثايرويديزم. كمان ممكن البيشنت يبريزنت بما يسمى بالسب كلينيكال هايبر ثايرويديزم، بيبقى تقريبا مينيمال أو نو مانيفستيشن أو هايبر ثايرويديزم with only a slight decrease في DSH، مش severe decrease زي الحالات اللي straight forward، ولكن بيبقى معاه normal T3 and T4. زي ما قلنا قبل كده ان Graves disease هو اهم disease بالنسبة للهايبرثايروديزم. هو autoimmune disease. احنا كنا قبل كده قلنا ان الثيرويد جلاند بتشتغل بالستيميوليشن دايركتلي من البيتيوتري جلاند اللي بتطلع التي اس اتش، تروح تخلي الجلاند تشتغل وتضخ كميه من الهرمون في البلد لغايه لما يوصل للفيسيولوجيكال ليفل، فيحصل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن للبيتيوتري جلاند. ولكن الناس اللي بيصابوا بالجريفز ديزيز بيبقى عندهم حاجه اسمها تي اس اتش ريسبتور انتي بودي، والانتي بودي دوت بيبقى بالظبط نفس الفانكشن بتاع التي اس اتش العادي بتاعنا، ولكنه يتميز ان هو لونج اكتنج ثايرويد ستيميوليتور. يعني ايه؟ يعني مش هنا بقى مش هنطبق عليه موضوع النيجاتيف فيدباك انهيبيشن، لكن هيمسك في الريسبتورز اللي هي على الثايرويد جلاند ويفضل ماسك فيها ويشغلها، فتكون النتيجه ان هو الثايرويد جلاند بتطلع اكسس ثايرويد هرمون سكريشن اعلى من الجسم بيحتاج لها، فتبقى مستواها في البلد اعلى من النورمال فيسيولوجيكال ليفل. هي ماتش مور كومن في الفيميل، النسبه 8 لواحد. كلينيكال بيكتشر ان اديشن للمانيفيستيشنز اوف هايبر ثايرويديزم اللي احنا قلنا عليها في بدايه المحاضره، كمان ليها حاجات كاركترستيك اللي هي هنتأكد بيها ان دوت فعلا جريفز ديزيز. اهم حاجة بيبقى فيها جويتر، الجويتر هنا بيبقى ديفيوز ثموس وعليه بروي، بروي كلمة فرنسية يعني صوت، وبما ان في بروي يعني في تخلقل في السموثنس بتاع السيركليشن بتاع البلد، على طول بيطبعه ان انت لو حطيت ايدك على الـ على الـ على الـ على الجلاند هتلاقي ما يسمى بالثريل. الثريل ده عبارة عن بروي محسوس، زي ما تكون حاطط ايدك على ظهر قطة بتزوم بتعمل صوت. اللي يحط ايده على ظهر قطة، للناس اللي عندهم قطة عارفين الكلام ده، بيحسوا تحت ايديهم بما يسمى بالثريل. ده احسن مثال ممكن نضربه بالنسبة للثريل. الجويتر ديت لما بتكبر قوي تبتدي تعمل كومبريشن للستراكشرز اللي حواليها، خصوصا لو بقت فيها ريتروسترنال اكستنشن، فتعمل كومبريشن للاسوفجس، تعمل ديسفيجيا، ممكن تعمل كومبريشن للريكارنت لارنجيال نيرف، تعمل هورس اوف فويس. لكن احنا برضو هنا بنعيد تاني بنقول هورس اوف فويس تملي، لازم النور الاحمر ينور في دماغنا خوفا ان دوت يكون مالجنسي. والحكايه لو زادت قوي ممكن البيشنت يدخل في سترايدر. وبالنسبه للتراكيه ممكن يحصل لها اوبستراكتيف سليب ابنيا on lying down بالذات، و superior mediastinal syndrome. يبقى إذا أول حاجة characteristic للجريفز ديزيز هي وجود diffuse goiter homogeneous goiter. تاني حاجة هي وجود ophthalmopathy، ولكن الophthalmopathy هنا بيبقى ليها two components. أول component اللي هو sympathetic overstimulation اللي هو موجود في كل الناس اللي هم عندهم ثايروتوكسيكوزس، اللي هو قلنا عليه قبل كده frightened faces. الفيسز الفرايتند فيسز دوت ليه كذا كلينيكال ساين، ده بنشوفه في الكلينيكال كيسز، اللي هو بيبقى عباره عن ليد لاج ستارينج لوك، ليد ريتراكشن، تريمورز اوف ذا كلوزد اي، inability to converge eyes to midline، lack of forehead wrinkling on looking up. وكل واحدة من دول مكتشفها عالم معين مكتوب اسمه قدام حضراتكم وهتشوفوا الكلام ده في الكلينيكال. لكن كل الحاجات دي سببها sympathetic overstimulation. ولكن الحاجة specific أو characteristic بالنسبة لجريفز ديزيز هي ما يسمى بالinfiltrative ophthalmopathy.
دي كاركترستيك للجريفز ديزيز. هنا بيبقى فيه طبعا اكزوفثالمس due to autoimmune process. الاوتوميون بروسيس دي بينتج عنها deposition of mucopolysaccharides وكمان كم كبير جدا من الليمفوسيتك انفلتريشن اللي بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الاكسترا اوكلر ماسلز اللي هي اصلا بتثبت الجلوب في مكانه، فلما بيبقى بتواجد فيها بكثره هذا الليمفوسيتك انفلتريشن بيضعفها فبيخليها ما تمسكش الجلوب في مكانها فتطلع بره، يحصل اكزوفالموس. وكمان بيبقى في ريترو اوربيتال انكريز في الكونكتيف تيشو ورا الجلوب نفسها، وايضا بيبقى في مشكله في الدرينج بتاع الليمفوسيتك الليمفاتيك فلويدز اللي طالع من الجلوب، فبيحصل نوع من الاديمه في المنطقه كلها فبيزود الموضوع بتاع الاكزوفالموس. كمان الكاركترستيك للبيشنت الكاركترستيك الثالث اللي هو بالنسبه لجريفز ديزيز هي الدرماباثي اللي هي بيسموها بريتيبيال ميكسيديما، برضو هنا بيبقى في اوتوميوم ديبوزيشن اوف ميوكوبوليساكارايدز في السكين، وبيحصل لها بيحصل في السكين إديما وردنس، ولكن تتميز ان هي ما ولا فيها اتشنج ولا فيها بين. كمان البيشنت ممكن يبقى عنده ما يسمى بالثيرويد اكروباثي اللي هي نوع معين من الكلابينج، هندرسه اكتر في الكلينيكال. هنا عندنا سيده عندها جريفز ديزيز باين طبعا الديفيوز جويتر، وكمان عندها الاي مانيفيستيشن والاكزوفالمس بتاعت الجريفز ديزيز. فوق على اليمين بنشوف الثيرويد اكروباثي، وطبعا تحت باين لنا البريتيبيال ميكسيديما او الدرموباثي due to mucopolysaccharide deposition in these patients. What about the diagnosis of the hypothyroidism? Of course, the clinical picture is number one. Then we have laboratory investigations. In patient with primary hyperthyroidism, we will find elevated free T4 and T3 with a suppressed TSH. A patient ممكن يكون عنده transient hyperthyroidism in the setting of autoimmune thyroiditis، هندرسه بعد شوية الثيروديتس، وفي هذه الحالة هنلاقي positive anti-thyroid peroxidase antibody والanti-thyroglobulin antibody. كمان positive anti-TSH antibody بيبقى موجود في الجريفز ديزيز، وده سبيسيفيك للجريفز ديزيز فقط. وطبعا لو هو عالي قوي او لو مش هتحسن in the course of treatment ده بيبقى bad prognosis للعيان، ان هو مش هيتحسن، او ان هو بعد ما هيتحسن يرجع تاني يرجع له ال manifestations. كمان عندنا patient قد يكون عنده subclinical hyperthyroidism، وفي الحالة دي هنلاقي ان ال TSH suppressed ولكن only mildly مش severe suppression، وهنلاقي في نفس الوقت normal free 3 and T4. في secondary hyperthyroidism هنلاقي elevated TSH، القصة بتبقى جاية من pituitary، وكمان ال free T3 وال free T4 هما كمان هيبقوا increased. تالت حاجة في ال diagnosis هي ال imaging techniques، وأرجو إن تكون الطريقة دي في الرد على الدياجنوزس ناخدها في الامتحانات، إن احنا نمشي كلينيكال ولابوراتري وإيماجينج، ودوت أكشوالي اللي بيتعمل في حياتنا العملية بعد كده إن شاء الله لما تشتغلوا في البراكتس. في الإيماجينج تكنيك أول حاجة والماست كومن اللي بنعملها هي ثيرويد ألتراساوند، وميزتها برضو إنها مش مكلفة، ودي هتفرق لنا ما بين الديفيوز جويتر او سنجل توكسيك ادينوما او مالتي نودرال بروبلم اف سسبشن اوف مالينسي في الثايرويد. بيبقى ليه كاركترستيك معينه زي الديجنريشن، ففي هذه الحاله بنطلب فايند الاسبيريشن سايتولوجي، وبنبعتها يتعمل لها هيستوباثولوجي عشان نتأكد ان هي مالجننت ولا لا، وفي هذه الحالة بنتخذ الإجراءات بتاعتنا.
تاني حاجة في الإيميجينج تكنيكس هي راديو أكتيف أيودين سكان، ولكن دلوقتي بيعملوا ما يسمى بالتكنيشيوم 99M سكان. كمان عندنا سي تي أو الام ار اي اوف ذا برين ممكن نلجأ لهم في الناس اللي بنشك ان هم عندهم المشكلة سنترال، يعني اما بيتيوتري او هايبوثالاميك تيومر. ده المنظر اللي هنشوفه لو احنا عملنا للبيشنت ريجو اكتف ايودين سكان. فوق على الشمال عندنا النورمال انتيك اوف ذا جلاند، وعلى اليمين عندنا الجريفز ديزيز في انكريزد انتيك باي ذا جلاند، لان جلاند نشيطه جدا. ولكن هنا ممكن يبقى في حاجه مسليدنج لو البيشنت عنده كرونيك ايودين ديفيشنسي، فالجلاند هتبقى افيد انها تاخد الايودين بسرعه، فممكن ده يلخبطنا مع جريفز ديزيز. ولكن اللي بيفرق ما بينهم هي اللابوراتوري فايندينج. تحت على الشمال عندنا توكسيك مالتي نودولار جويتر، وعلى اليمين عندنا توكسيك سنجل توكسيك نوديول. طبعا لو ما فيش ابتك خالص بيبقى عندنا نوديول في النص كده ما بتاخدش الايودين وبقيه الجلاند بتاخد، دوت بنسميها كولد نوديول. يعني الكولد نوديول ده نشك فيه ان هو دوت ممكن يكون مالينانت. بالنسبه للديفرنشال دايجنوز اوف ثايروتوكسيكوزس، احنا قلنا قبل كده في المحاضره بتاع الهايبوثايرويديزم القاعده العامه بتاعتنا ان احنا ما يجي لنا سؤال ديفرنشال دايجنوزس ما نتخضش. الديفرنشال دايجنوز هيبقى عباره عن جزئين، الجزء الاول اللي هو ديفرنشال دايجنوز اوف ذا كوز اوف ذا ثايروتوكسيكوز، يعني نعم ديفرنشال دايجنوز جوه نفس المرض اللي هو هنا ثايروتوكسيكوزس. فهنا لو هو اسوشيتد بانفلتريز اوف اوفثالموباثي على طول طبعا زي ما قلنا هنشك ان ده جريفز ديزيز. لكن لو في ابسنس اوف انفلتريتيف اوفثالموباثي هنا هنقول ان دوت other causes of thyrotoxicosis outside Graves disease. ولكن هنا لازم نحط ملحوظة ان احنا ممكن نلاقي symmetric diffuse goiter في بعض الناس with the BRE برضو، ودوت طبعا بيسجست ان هو Graves disease. ولكن نأخذ في الاحتياط ان كمان في بعض الناس اللي بتبقى عندها secondary hyperthyroidism، يعني المشكلة جاية من البيتيوتري، برضو ممكن نلاقي عندهم نفس المنظر اللي هو symmetric diffuse goiter with EBRI. كمان عندنا ال second part of the differential diagnosis هي differential diagnosis of other toxic state. احنا قلنا ان الثيروتوكسيكوز بتعمل نوع من التوكسيك ستيت، فبنفرقها من other possible toxic state زي ال anxiety states. هنا احنا قلنا ال patient ده عنده severe anxiety، ففي ناس عندها just anxiety state اللي هو تبع ال psychiatry. كمان الفيوكروموسايتوما بيبقى فيه increase في الأدرينالين، وكمان ممكن يكون عندنا ميتاستاتيك كارسينوما والليفر سيروزيس والهايبر باراثايروديزم بسبب الانكريز في الكالسيوم. عندنا السبرو والمايسينيا جريفيس والماسكلر ديستروفي، كل دي حاجات نلخبطها مع البيشنت اللي عندهم ثايروتوكسيكوزيس. بالنسبه للتريتمنت عندنا اول حاجه الانتي ثايرويد دراجز. القاعدة العامة إن الفيزيشن بيعمل تيتريشن للدوز كل شهر أو شهر ونص، عادة كل شهر، وبعد كده حسب الـ TSH level والـ free hormones بنعمل follow up حسب الحالة من شهر إلى 3 شهور. التريتمنت لازم يكمل على الأقل سنة أو سنة ونص. If there is remission، وده بنعرفه عن طريق ان هو البيشنت بيرجع لليوثيرويد ستيت، وكمان بيبقى فيه نيجاتيف تي اس اتش ريسبتور انتي بوديز لو البيشنت اصلا جريفز. عندنا الدراجز اللي بنستعملها في ثلاث انواع، في عندنا نوعين موجودين في مصر اللي هو كاربامازول والبروبايوثيروسيل، النوع الثالث مش موجود عندنا اللي هو الميثيمازول. بالنسبه للكاربامازول بيقلل الهرمون synthesis more potent و longer duration action عن البروبايوثيروسيل. الجرعة بتاعته الحباية نفسها 5 ملي، فالانيشال دوز بتاعته هي من 20 الى 60 ملي جرام، وطبعا العيان بيتخض ان معنى كده انه هياخد 12 قرص.
وطبعا بتخض ان ده هيعمل هبوط، لا تطمنه ان انت ولا هيحصل لك هبوط ولا بطنك هتوجعك، ان دوت بس دواء مخصوص للغده عشان البيشنت يبقى كومبلاينت ويجيب نتيجه معاك. الجرعه بنقسمها ان 2 تو 3 دوزز بير داي، وبعد كده بنغير الجرعه حسب العيان بتاعنا. المانتنس دوز بعد كده بتبقى من 5 الى 15 مللي جرام بير داي. البريفيرد بيبقى في السكند والثيرد تريمستر اللي هو الكارمازول، لان في السكند والثيرد تريمستر لو احنا استعملنا البروبايوثيوراسيل بيعمل لنا هيباتوتوكسيستي. طيب امال البروبايوثيوراسيل بنستعمله امتى في الحمل؟ بنستعمله في الحمل في الفيرست تريمستر فقط، والسكند والثيرد بنستعمل الكربمازول. بالنسبه للبروبايوثيوراسيل بيقلل البريفيرال كونفرجن اوف تي 4 لتي 3، وميزته ان هو بيعمل كويك كوركشن اوف هايبرثايروديزم، لان هو التي 3 قلنا هو المور اكتيف، وبالتالي بنستعمله في الثايرويد ستورم اللي هي الثايرويد كرايسيس علشان بيبقى مفعوله سريع. وكمان بنستعمله للبيشنس اللي هم انتولرانت للكربمازول. بالنسبه للدوز بتاعته حبيته 50 مللي جرام، فالانيشال دوز بتاعته من 400 ل 900 مللي جرام. طبعا هنا بنقسمها برضو على 3 دوزز، وبنغير الجرعه حسب الـ improvement of our patient. المينتنس دوز بتبقى من 100 الى 150، يعني برضو من قرص الى 3 اقراص زي الكربمازول. بالنسبه للميثيمازول موجود بره، وهو افكتيف زي البروبايوثيوراسيل، ولكن الدوزج بتاعته بتبقى العشر بتاع البروبايوثيوراسيل. بالنسبه للسايد افكتس اوف انتي ثايرويد دراجز، عندنا الفيفر راش، ارتيكاريا، ابلاستيك انيميا، اللوبس لايك فاسكولايتس، والهيباتايتس. طبعا اختارهم الاجرانولوسايتوزيس والابلاستيك انيميا. وفي هذه الحاله يعني بنقول ان احنا بنوقف الانتي ثايرويد دراجز، لان احنا لو عملنا شيفت على اي انتي ثايرويد دراج اخر برضو هيعمل لنا نفس المشكله. طبعا السيفير سنسيتيفيتي رياكشنز ده من ضمن المشاكل بتاعه الانتي ثايرويد دراجز. الحاجه المهمه جدا اللي هي نون سيلكتيف بيتا بلوكرز، وعايزه احذركم هنا ان البيشنت فاكرينك ان انت بتدي لهم البيتا بلوكرز عشان البالبيتيشن، انه بيقرا عليه ان هو دوت عشان القلب، لكن لا انت فاهمهم ان ده جزء اساسي من العلاج بتاع الهايبر ثايروديزم. طبعا دي مع الانتي ثايرويد دراجز فبيمنع بيعمل بلوكينج للكونفرجن بتاع تي 4 للتي 3، وبالتالي بيقلل الهارت ريت اللي هي بتضايق العيان وبتظهر على هيئة بالبيتيشن. وكمان دوت بيبقى الحل بتاعنا بالنسبة للناس اللي عندهم ترانزينت ثايرويدايتس زي ما هنشوف بعد شوية. كمان البيشنت بتاعنا قلنا في المانيفستيشن بتاعت الهايبر ثايرويديزم بيبقى عنده انكزايتي وانسومنيا، فاحنا بنحاول نساعده بالذات في الأول لغاية ما الدراجز تشتغل، بنديله سيداتيف هيبنوتكس زي الدايزيبان. كمان البيشنت قد نلجأ معاه للبوتاسيوم ايودايد، وده بنستعمله في الثيروتوكسيك كرايسيس او في التحضير قبل الجراحه. كمان يتبقى عندنا الريجيو اكتيف ايودين. الريجيو اكتيف ايودين مشكلته ان هو اولا لو البيشنت عنده نودلر جويتر بالذات لو واحده ست والنجوز كبيره، لا يستحسن تبقى عمليه، لان مشكله الريديو اكتيف ايودين ان هو بيعمل فايبروز، فهتبقى عندها كلكيع في رقبتها ومنظرها وحش فور ايفر. كمان بينتج عنده طبعا بعد كده بينتج عنه هايبو ثايروديزم، ولازم ياخد بيشنت ريبليسمنت ثيرابي فور لايف. وكمان البيشنت قد يصاب براديشن ثايرويدايتس جراء العلاج بتاع الريديو اكتيف ايودين او ابلاستيك انيميا. طبعا it is contraindicated for pregnancy or breastfeeding وفي الجريد اوف ثالمابسي، لانه هنا الجثه قاعده. يعني ايه؟ يعني اصلا احنا قلنا في الجريد اوف ثالمابسي التي اتش
ريسبتور اللي هو اللاتس هرمون دوت اللي هو لونج اكتنج تي اس اتش هرمون اللي هو قص الفساد في جريفز ديزيز. ده هيبقى حتى لو احنا عملنا ريجو اكتيف ايدين هيخلي الغده ما تشتغلش وممكن تقلب حتى هايبوثايرويديز، ولكن ستيل الجسم هيفرز انتي بوديز ضد الغده طول ما هي قاعده في الجسم. ففي هذه الحاله لو احنا عملنا ريجو اكتيف ايدين المشكله بتاعه الاوفثالمابسي هتزيد قوي، وقد تؤدي بالمريض ان هو يعمل عمليات في عينه علشان يرجع يحاول يحسن شكل البروبتوزس او الاكزوفثالموس اللي حصل. ف it is better in such a patient to do operation total thyroidectomy، لان اي حته هتسيبها هترجع تعمل مشكله تاني. وطبعا بعد كده بيبقى total replacement therapy for life. يبقى اذا هنا ايضا في الريجيو اكتيف ايدين هيحتاج replacement therapy for life. بعد كده بنيجي للمرضى اللي هم هيحتاجوا surgical treatment. مين هم المرضى دول؟ اولا الناس اللي كان عندهم failure of medical treatment، ولو ال patient refuses او intolerant لل antithyroid drugs or radioactive iodine. كمان لو ال patient عنده a big toxic nodular goiter، لان في هذه الحالة ال patient لو هو مثلا قالوا له اعمل radioactive iodine فالمنظر بتاع النودلر جويتر الكبيرة ديت هتبقى شكلها وحش forever. كمان ال very large goiter with retrosternal extension. البيشنت اللي عنده severe ophthalmopathy اللي عنده Graves disease طبعا بتبقى غالبا واحدة ست، يعني ان احنا قلنا قبل كده شرحناها ان هي الست دي حتى لو عملت ال radioactive iodine في ريسك ان وده غالبا هيحصل ان الانفلتريتيف اوف ثالموباسي هتزيد وممكن تضطر تعمل لها عمليه. الومن بلاننج فور بريجننسي في الفولوينج 6 مانث او البريجننت ليديز لو اضطرينا نعمل لهم عمليه لازم نعملها لهم في السكند تريمستر، طبعا دوت بالنسبه للستات اللي هم انتولرنت للانتي ثايرويد دراجز. كمان البيشنت اللي عندهم unstable cardiac diseases دول بنضطر نعمل لهم عملية لما بيبقوا مش controlled بالدراجز. والناس اللي هم refractory amiodarone induced hyperthyroidism كل دي indication for surgery. الأول بيعملوا subtotal thyroidectomy وبيقول للعيان بنحاسب لك حتة صغيرة عشان ما تحتاجيش replacement therapy. طبعا الكلام ده دلوقتي ما بيتعملش، دلوقتي الريكومنديشن كلها ان تعمل total thyroidectomy اللي هو اتضح ان الحته اللي هتفضل دي هتكبر تاني وتعمل نفس المشكله. لكن حتى even لو حد عمل subtotal thyroidectomy من قبل كده المفروض ياخد replacement therapy او partial replacement therapy عشان الجلاند ما تكبرش تاني. بالنسبة للأوفثالموباثي تريتمنت قد نحتاج إلى high doses of intravenous glucocorticoid but surgery can be needed in severe cases. طبعا بتوع الأوفثالمولوجي بيبقوا معانا عشان لازم يعملوا prescription للمريض بتاعنا مراهم أو قطرة علشان عينه بتبقى exposed، لأن الجفن ما بيقفلش العين بالليل وهو نايم فبيبقى عرضة للإنفكشن وممكن يحصل له corneal ulcer. بالنسبة للدرمابثي ممكن نحتاج الكورتيكوستيرويدز أو قد نلجأ إلى الألترا فايولت ريز. زي ما عندنا ميكسيديما كوما كمان عندنا ثيروتوكسيك كرايسيس أو ثيروتوكسيك ستورم. دي بتبقى أكيوت لايف ثريتنينج هايبر ميتابوليك ستيت اندوس باي اكسسيف ثيرويد هرمونز. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها كاركترستيك سيفير اجيتيشن هايبرثيرميا عكس الهايبوثيرميا اللي كانت في المكسيديما كوما وكونفيوجن تاكيكارديا وطبعا اريزما بالذات اترا فابريليشن كوما، وفي النهايه القصه بتنتهي بهارت فيلر اند شوك. البريسيبتيتنج فاكتورز ممكن تكون انفكشن، ممكن تكون سيرجري حتى لو مايلد سيرجري حتى لو اكستراكشن اوف توث، وممكن ريجو ايدين نفسه يبريسيبتيت هذه الكرايسيس
ان ممكن الجلاند تاخد الايودين وتزود بيه السكريشن بتاعه الثيرويد هرمونز. كمان المايوكاردال انفاركشن والتروما بيعتبروا ستريسفل كونديشن، كلهم يؤدوا بينا الى الثيروتوكسيك كرايسيس. التريتمنت طبعا لازم يكون في الانتنسيف كير يونت، واي حد في الانتنسيف كير يونت او يجي لك شوك في الاستقبال بعد كده ان شاء الله، على طول اول حاجه لازم تعملها الاي في لاين، وهنا بنركب كمان النيزو جاستريك تيوب، نعمل كولينج اوف ذا بيشنت وبنديله باراسيتامول انفوجن. نتجنب تماما استعمال الاسبرين، لان الاسبرين معروف ان هو بيعمل ريليس بتاع الثيرويد هرمونز من الباوند فورم اللي بتبقى مع الجلوبولين، فتعمله فري، يطلع كفري هرمون في البلاد فيزود لنا المشكله. كمان بنديله سيداتيف كلوروبروبازين 50 ملغ بر اوس او انترا ماسكولر. البيتا بلوكرز اساسيه جدا، 40 ملغ كل 8 ساعات او واحد اورال او 1 ملغ انترافينوس كل دقيقه، ولو كان كونترا انديكيتد بنستعمل حاجات تانية زي الالتزام. الديجوكسين بندي هنا تو ديكريز الهارت ريت. ندي انتي ثايرويد دراجز طبعا، الاسرع اللي فيهم اللي هو البروبايوثايروسيل نستعمله، نستعمله في جرعه 400 ملغ تو ديكريز الكونفرجن اوف تي 4 تو تي 3 بير اوس اور فيا النيزو جاستريك تشوب. بالنسبة للكارمازول ممكن نديه 15 ل 25 ملغ كل 6 ساعات. بعد 4 ساعات بندي اللوجرز ايودين. اللوجرز ايودين ما بندوش في الاول، لان احنا قلنا قبل كده ان الايودين دوت ممكن الجلاند بتبقى فيري هايبر اكتف تاخده وتزود بيه السكريشن بتاع الثيرويد هرمونز. كمان بندي هيدروكورتيزون اللي هو مشترك، يعني قسم مشترك اعظم في غالبيه الحالات اللي بتبقى في الانتنسيف كير يونت، ات از جود انتي شوك مانجر. ندي 100 ملغ كل 6 ساعات، بس هنا كمان اهميته بالنسبه لنا في هذه الحاله بالذات ان هو بيعمل بلوكينج للكونفرجن اوف تي 4 الى تي 3. لو البيشنت سبب الثيروتوكسيك كرايسيس بتاعته انفكشن طبعا بنديله انتي بايوتيك، وبنحاول نعمل بلازما فريزز نتخلص من الانتي بوديز حسب الحاله اللي قدامنا. Later on we stop beta blockers after 10 days and reduce carbamazole to 15 mg every 8 hours according to our patient. يبقى كده خلصنا الهايبرثايرويديزم ونبتدي الثايرويدايتس، which is by definition inflammation of the thyroid gland. Classification قدام حضراتكم أنواع كتير من inflammation قد تصيب الثيرويد gland. عندنا acute suppurative thyroiditis. الثيرويد gland هي زائحة في الجسم، ممكن تصاب بالبكتيريا يحصل لها separation، ولكن هنا بالنسبة للثيرويد rare infection، وغالبا المشكلة بسبب الانفكشن بكتيريا او even fungi or other organism. الكلينيكال بيكتشر بتبقى تندر جويتر وفيفر زي اي انفكشن، وطبعا برضه الليكوسايتوزيس. والتريتمنت هنا بتبقى انتي مايكروبيال ثيرابي. كمان عندنا السب اكيوت جرانيولوماتوس ثيرويدايتس اللي هو اسمه دوكرفان ثيرويدايتس. ده الموست فريكوينت كوز اوف ثيرويد بين اند تندرنس، يعني لما يجي لك حد عنده بين وتندرنس اعرف انه غالبا هو ده المرض. موست كومن في الفيميلز 40 ل 50 سنه، والسبب هنا فايرال انفكشن، وبيبقى فيه زياده في الثيروجلوبولين انتيبوديز في 15% من الحالات. كلينيكالي هنلاقي مانيفيستيشن اوف ثيروتوكسيكوزس، وطبعا السبب معروف، بيحصل disruption للفوليكلز نتيجة الانفلاميشن فتطلع T4. later on بعد الزوبعة ما بتعدي ممكن يحصل transient hypothyroidism نتيجة التعب اللي حصل في الجلاند، و rarely بيحصل permanent hypothyroidism لو كان الانفلاميشن كان severe فبيعمل نوع من الفيبروزس في الجلاند ويؤدي إلى الhypothyroidism. التريتمنت هنا ممكن باراسيتامول او نون انفلاماتوري انتي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري ايجنت، بات ان سام كيسز وي ماي نيد ستيرويدز.
طبعا من الحاجات المهمة قوي عندنا اللي هو الهاشيموتو ثايرودايتس كرونيك ليمفوسيتيك ثايرودايتس اللي هو طبعا الموست كومن فورم اوف ثايرويد اوتو اميون ديزيز اللي بيؤدي الى الاوكارنس اوف هايبوثايرويديزم مور كومن في الفيميلز. كلينيكلي هنلاقي الجلاند فيرم نون تندر سيماتريكال انلارجد في موست بيشنت بيحصل الهايبوثايرويديزم، ولكن ممكن يبريزنت في البداية بسلف ليميتد فيز اوف هايبرثايروديزم followed by permanent hypothyroidism. Rarely long standing hyperthyroidism may occur وده بنسميه هاشي توكسيكوز. البيشنت هنا طبعا مستغربين جدا، فلازم انت ما تعرف البيشنت ده كده تعمل مقدمة ان هو الحالة دي غالبا بتقلب على حاجة تانية، ممكن في البداية تبقى هايبر وبعدين تقلب هايبر. وطبعا ده هنتأكد منه ازاي؟ ان احنا بنكون عملنا في التحاليل بتاعتنا الثيروبروكسيديز انتي بودي اللي بيبقى بوزيتيف في 90% من الحالات، والثيروجلوبلين انتي بودي اللي بيبقى بوزيتيف في 40% من الحالات. هنا حسب الحالة، لو في الهايبر ثايرويد فيز اللي هو ترانزيت غالبا بندي اونلي سيمتوماتيك تريتمنت غالبا بيتا بلوكر نهدي العيان وعشان كمان البالبيتيشنز، وطبعا بتقلل conversion of T4 ل T3. ولكن طبعا بعد كده في الهايبوثيرويد فيز الحكاية بتقلب على الثيروكسين، ويمكن البيشنت طبعا هتحتاجه كريبليسمنت ثيرابي فور لايف. كمان عندنا البوستبارتم ثيرويدايتس، للأسف زمان كانوا بيسموه بوستبارتم مادنس، طبعا اسم يجرح اي ست. الحقيقه it causes temporary thyrotoxicosis followed by temporary hypothyroidism. غالبا الكونديشن بترجع للنورمال within 1 year or 1.5 year، but in 20% of cases there is possibility of permanent hypothyroidism. طبعا عندنا دراج خطير جدا اللي هو الأميودارون، لكن كل حاجة طبعا لها عيوب ومميزات. احنا تمام نقول على الأدوية ان هي سموم مقننة او سلاح ذو حدين، على قد ما هو very important كأنتي أريدمك دراج، على قد ما احنا كإندوكرينولوجيست بنخاف منه جدا انه عارفين انه بيعمل ثيرودايتس. ايه مشكلته الأميودارون؟ الأميودارون ان هو بيحتوي على 37% من تكوينه أيودين، يعني أضعاف أضعاف الكميات اللي احنا محتاجينها كل يوم المريض ده بياخدها في الأميودارون. فبتكون النتيجة في البداية بيقلل عملية الconversion of T4 ل T3، فبتكون النتيجة إن TSH بترتفع. فلما TSH بترتفع يبتدي البيشنت يزود، بيحصل له زيادة في السكريشن بتاع T4. في البداية بتبقى في manifestation of hypothyroidism، بعد كده لما نتيجة ال decrease في T3 ال TSH بيزيد، ولما ال TSH بيزيد هيزود ال secretion بتاع T4 ويتغلب على عملية المشكلة اللي حاصلة في conversion، هتفوق عليها بيعملها overcoming فال patient يتقلب على hyperthyroidism. وممكن في أي وقت يحصل العكس، فبتبص تلاقي ممكن الثيرويد فانكشن تبقى يحصل لها مشكلة وممكن تتغير من وقت للتاني. حاليا بقى في دواء تاني اسمه الدروني دارون ده ميزته ان هو ما بيعملش المشكلة بتاعت الأميودارون بسبب ان هو ما فيهوش هذا الكم من الأيودين الفظيع جدا اللي قلنا عليه اللي هو 37% من تكوين الأميودارون. بعد كده عندنا الحاجة الكئيبة اللي هي الثيرويد كانسر. دي أنواع بتاعت الثيرويد كانسر بتاعتنا. الموست كومن هو البابيلري كارسينوما 80% من الحالات، والليست كومن هو الأنابلاستيك كارسينوما وهو أوحشهم. بالنسبة للتريتمنت البابيلري والفوليكولار كارسينوما
ممكن بنستعمل معاهم سري كفيرست لاين، بعد كده بنكمل العلاج بريديو اكتيف ايودين. بالنسبة للمدلل ثيرويد كارسينوما برضو بنعملها سيرجي، ولكن الأنابلاستيك كارسينوما ما بنعملها سيرجي للأسف، لأن وقت الاكتشاف بتاع المرض بيكون اوريدي حصل سيفير انفيجن في التيشوز، فعلى طول بندخل على الراديشن والكيموثيرابي. بالنسبة للكيور ريت، البابيلر كارسينوما وفوليكولر هاي كيور ريت، ولكن المدلري بتبقى أقل، وأوحشهم في البروجنوزز هي الأنابلاستيك كارسينوما، زي ما قلنا إن وقت الاكتشاف بيبقى أوريدي حصل سيفير تيشو انفيجن. ماذا عن المانيفستيشنز أوف ثايرويد كانسر؟ ممكن تدينا أي سيمتوم أو ساين من اللي جايين دولي؟ دي الموست كومن مانيفستيشنز، ممكن تبقى على هيئة لامب كلكية في رقبته، أو سويلنج بتاعت النك كلها على بعضها، أقول لك كل رقبتي ورمة، أو بيبقى عنده بين في النك، والبين دي ممكن تسمع في الإير، وطبعا دوت بسبب الانفيجن اوف ذا تيشو. كمان ممكن يبقى عنده هورسنس اوف فويس بسبب الانفيجن اوف ريكارنت لارنجيال نيرف، أو ممكن يقول لك عندي ديسفيجيا صعوبة في البلع بسبب الكمبريشن اوف ذا اسوفاجس، أو ديسنيا أو فيلينج اوف سفوكيشن بسبب الكمبريشن بتاع التراكيه. السيرجي is important زي ما قلنا to remove all cancer in the neck اللي هو التيشو نفسه اللي فيه المالجنسي، وكمان أي suspicious lymph node كinitial therapy في هؤلاء المرضى. وزي ما احنا شايفين هنا في الرسمة اللي قدام حضراتكم، عندنا تحت على الشمال عندنا حصل extensive tissue invasion، ولكن still كان ممكن يحصل لها resection، ولكن بالنسبة للرسمة اللي هي جنبها على اليمين حصل severe invasion، وهنا اتحطينا في مزنق ان الجراح مش هيقدر ان هو يعمل resection لهذه الحالة، فبيدخلوا على طول على الراديوثيرابي والكيموثيرابي. نيجي بعد كده للراديو ثيرابي، عندنا راديو اكتيف ايودين، it is an adjuvant treatment في البابيلري وفوليكولار ثيرويد كانسر، تتاخد لمدة اسبوعين او لست اسابيع بعد الجراحة، ولكن في بعض الاحتياطات عشان تنجح. اولا البيشنت لازم يعمل سيفير ريستريكشن للدياتري ايودين انتيك لمدة أسبوعين قبل العلاج، عشان الجلاند بعد كده تبقى متعطشة إنها تاخد الريديو أكتيف أيودين، وكمان لازم يعمل طبعا ريستريكشن للسراوندينج إن هو ما يعملش مخالطة للأطفال والبريجننت ليديز على الأقل 3 لـ7 أيام بعد العلاج. كمان البيشنت ده بعد إحنا عمالين بنقول بعد التوتال ثيرويدكتومي بنعمل ريبليسمنت ثيرابي، هنا لأ، بنوقف الريبليسمنت ثيرابي ما بنستعجلش، بنوقفها لغاية لما البيشنت بياخد الريديو اكتيف ايودين بتاعه، يا اما لو احنا استعجلنا وادينا الريبليسمنت ثيرابي الجلاند مش هتمتص الريديو اكتيف ايودين والحظ بتاعه في العلاج هيقل. الهدف او الجول بتاعنا في الريديو اكتيف ايودين is destruction of any remaining thyroid tissue في النك، reduction recurrence rate will improvement of the survival. Also we have radiation which is an external beam radiation therapy used for those who cannot be treated with surgery or unresponsive to radioactive iodine or those who have distant spread. For chemotherapy the FDA approved two drugs previously. We have vantidinib and cabozantinib. And recently we have Lenvima, which is used for refractory differentiated papillary and follicular carcinoma. بالنسبة للمدلري ثيرويد كارسينوما بتعمل لها surgical eradication هي والليمف نودز والفاتي تيشو، ولكن unfortunately it doesn't respond to radioactive iodine therapy. عشان كده البيشنت لازم يبقى followed up every 6 to 12 months
for estimation of calcitonin and carcinoembryonic antigen levels عشان نشوف لو هيحصل اي recurrence تكون احنا صحيين له. طبعا بالنسبه للثيرويد كارسينوما او مالجنسي هندرسها طبعا تاني في الجراحة من وجهة نظر طبعا الجراحة. وأخيرا بشكركم وبتمنى لكم التوفيق، وأحنا في انتظار أي أسئلة منكم على الجروب إن شاء الله.